وقعت السفيرة الأمريكية في مصر مارجريت سكوبي ومحافظ أسيوط عددا من الاتفاقيات لتمويل 6 محطات لتنقية مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة. كما قامت سكوبي خلال جولتها بأسيوط بتفقد عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية. 6 ساعات فقط قضتها السفيرة الأمريكية بمصر مارجريت سكوبي خلال جولتها بمحافظة أسيوط. بدأتها بزيارة مقر المحافظة وسط استقبال حافل من عدد من الأطفال والقيادات الشعبية والمحلية والتنفيذية. تبادلت خلاله الدروع والهدايا التذكارية مع محافظ أسيوط لتتجه بعد ذلك إلى حفل توقيع 6 اتفاقيات بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط لتمويل 4 مشروعات صرف صحي ومحطتي تنقية مياه الشرب بقرى المحافظة يتم تنفيذها في سبتمبر عام 2012 بتكلفة 105 ملايين جنيه. طبعا انت تعلم جيدا مدى أهمية مياه الشرب والصرف الصحي للمواطن على أرض أسيوط التي هو في أمس الحاجة إلى هذه المشروعات. المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت إحدى محطات جولة سكوبي، حيث تفقدت بيت التلي التراثي الهادف لإحياء فن التلي الذي تشتهر به المحافظة، ثم تفقدت مصنعا للملابس الجاهزة استفاد من القروض التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 96 حتى وصل إلى مرحلة التصدير للخارج. قصة نجاح هذه السيدة التي تمكنت من تنمية مشروعها الصغير على مدى 14 عاما تعد نموذجا مصريا جديرا بالاحترام والتقدير، ودليلا على نجاح التعاون المصري الأمريكي في رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة للمواطن المصري. الجانب الإنساني والتعليمي كان عنوان الشق الثاني لأول جولة لسكوبي بصعيد مصر، حيث تفقدت بيت ليليان تراشر للأيتام والذي أنشأته الأمريكية ليليان تراشر بالمحافظة منذ 99 عاما ويضم 500 طفل وطفلة، وقامت بزرع شجرة الصداقة كتقليد للسفراء الأمريكان الذين يزورون المكان. ثم تفقدت سكوبي ورشة عمل بمدرسة إعدادية في إطار تطبيق برامج مؤسسة إنجاز المدعومة فنية من الجانب الأمريكي. الهدف من إجراء الحوار مع الطلاب هو معرفة وجهات نظرهم المختلفة، والطلاب المصريون لديهم معلومات ومعرفة كثيرة، ولذا بذلت ما في وسعي لإعطائهم إجابات كافية على تساؤلاتهم. واختتمت سكوبي زيارتها لأسيوط بتفقد جامعتها، حيث ناقشت مع رئيس الجامعة سبل دعم التعاون الثقافي والتعليمي للجامعة، ثم التقت مع نخبة مميزة من طلاب الجامعة في حوار عكست خلاله وجهة النظر الأمريكية في القضايا المختلفة المطروحة على الساحة. من محافظة أسيوط، أحمد فؤاد، النيل.